اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام جريء. ان رايت ظلم الفقير ونزع الحق من الارض اعرف ان فوق العالي عالي والاعلى فوقه ما يلاحظ. قالوا ان ساعه الظلم ساعه وساعه الحق اليوم الساعه، بس في الارض وفي اللي احنا شايفينه ساعه الظلم شكلها كده ماشيه اليوم الساعه، اما ساعه العدل فنبقى ننتظرها بقى بعد الساعه او بعد يوم الساعه، لكن قبل كده بتهيألي احنا مش لاقيين اي عدل على الارض. مفيش عدل على الارض في كل المجالات وفي كل الاتجاهات، كل الناس بتصرخ من سنين ومفيش اي حق بيرجع لاي حد. الناس بتموت باعداد بقت ارقام، وزي ما اتكلمنا كتير الناس بقت ارقام، بقت اعداد بتتحصد، بيقولوا 100 ماتوا، 50 ماتوا، 200 ماتوا، دول ماتوا مخنوقين، دول ماتوا غرقانين، دول ماتوا مقتولين، دول ماتوا مشويين، ودول ماتوا مذبوحين، وبقى عادي جدا والاخبار بقت تتنقل وكان مفيش اي حاجه حصلت. محدش بيتوجع غير لما بيجي الوجع لغايه عنده ولما الحرق بيجي على جلده. قبل كده محدش بيحس باي حاجه ولا باي حد. خلاص ما عادش ينفع ان احنا كل يوم نبكي على حد، لان كده هنعيش عمرنا كله نبكي، فمبقاش حد بيبكي على حد. فلو انا كان مش في دماغي قوي ان انا اتكلم عن صفر مريم اللي تعظم من المشارق للغروب دوت ومش لاقيين له حل، وعادي اللي متابع الاحداث وشايف اللي بيحصل للناس كلها هيحس ان الظلم ده بقى شيء عادي، بقى شيء عادي، ما بقاش صعب قوي. لما نبص لبلادنا وسط البلاد نقول عادي، يعني ما جاتش على صفر وما جاتش على علام وما جاتش على كليه، الحمد لله انها نايمه في وسط اخواتها متدفيه وفي بلدها في لسه بنات كويسين وبنات متربيه، والحمد لله ان احنا عايشين مستورين وسط الدنيا وبعد كل اللي بنسمعه عن الحوادث في كل بلاد الارض دي. لكن لما نتكلم عن مصر الجميله، مصر العريقه اللي بنتطلع انها هي سبت الارض، معروفه كده من الاول، معروف ان انتصار مصر هو انتصار للكرامه، للانسانيه، للعدل، للحضاره، لحاجات كتير جدا. علشان كده لو قلنا نكبر او نقول الموضوع وما نسيبهوش اصل الموضوع دلوقتي مش لازم قوي عشان البلد وبتاع، لا بلدنا بتنتهي يعني قايمه بشكل يعني فاق كل التوقعات، فاق كل الحسابات، فاق كل الارقام، فاق كل الافكار. مصر كل يوم بيتفجر فيها خير جديد، والحقيقه هو مش جديد، هو مش جديد، لكن اتسرق والحلم اتخنق ولقى ناس تغطي عليه وتخبيه وتركنه بدل السنه من 10 ل 17 سنه، وبتكلم عن الغاز. الحلقه فيها موضوعات كتير، فيها صفر مريم، فيها اكتشاف الغاز اللي هيغير شكل وخريطة مصر اقتصاديا وعالميا وأحرج بلاد كتير وغير مفاهيم كانت ناس يمكن عاملة الربيع العربي ده مخصوص عشان تخلص من كابوس ارتفاع مصر وسط الأرض. وقال زمان موشى ديان أو قال كده بالظبط، انا اقدر انهي العرب كلهم في ثواني ولكن واقفه في زوري، او انا مش قادر عشان هم مستخبيين ورا حصن منيع اسمه مصر. لما موشى ديان يقول ان كل العرب او مش قادر يفعص العرب عشان مستخبيين ورا حصن منيع اسمه مصر، يعني الكثير هذا الرجل، لو قلنا تعلب هنقول شويه، لو قلنا حي هنقول شويه، رجل مش سهل. ولما يقول جمله زي دي ليها الف معنى. بصوا كان في فيلم عمله هاني رمزي لما كان بيبيع الارض وقال له عواد، يا عواد ما تبيعش الارض اللي دفع فيها دم الولاد. كان عواد او كان ساعتها هاني رمزي في الفيلم مش حاسس بقيمه البلد زي ما انا وانت وكتير زينا مش حاسين بقيمه البلد. انا عارفه ان زمان ناس دلوقتي قاعدين يسمعوني بيقولوا ايه البت دي بتقول مثلا، او الست دي بتقول قيمه البلد، تعالي تشوف الذل اللي احنا فيه، طب تعالي عيشي معانا، طب تعالي كذا. مصر ممكن تعدي وتزيد عن اوروبا وعن امريكا في الجمال وفي القوه وفي الثقافه وفي العلم وفي الخير وفي الاكل وفي الطعم وفي الموده وفي الرحمه وفي الانسانيه وفي حاجات كتير قوي ان اتظبطت القيم الاخلاقيه اللي باظت على مدار سنين طويله قوي، برضو طويله قوي. ربما تكون
وكفايه ان اعيش في خطه المؤامره، ولكن هقولها وهعتبر نفسي بقولها على سبيل اعتبروها على سبيل تكمله الجمل الناقصه. هنعتبر ان الناس حطانا في دماغها وان كل الدول متامره علينا، وده اللي احنا شايفينه وده الواقع وده اللي كل عين شايفاه وما يقدرش ينكره اي عاقل. ليه؟ ليه؟ ليه بيتامروا؟ هو انت لو عبيط حد هيتامر ضدك؟ انت لو فقير وما عندكش وما فيكش اي حاجه تتسرق، حد هيعمل خطه طويله المدى او حتى قصيره المدى عشان يسرق الناثينج اللي عندك؟ ابدا. يوم حد يتامر عليك، يوم حد يحط كل قوته وكل جهده انه يسرقك او انه يعطل طلوعك او انه يوقفك او انه يعني يعرقلك، اكيد انت عندك حاجه يمكن انت مش شايفها، انت مش شايفها. عشان كده بنقول لما قال كده موشى ديان ان كل العرب مستخبيين ورا حصن منيع اسمه مصر، هو يرى، هو يعلم مين مصر. الجيش المصري، صخره مصر قدر يحمي مصر. لكن عندي خبر غريب كده، او مش غريب، هو عاجل جدا، بيقول كده ان في 22 جندي اماراتي من قوات التحالف العربي اتقتلوا في اليمن النهارده. قلنا ومرارا وتكرارا اليمن هي مقبرة للغزاة، اليمن هضاب وتلال وجبال، ولا يمكن أبدا يعرف أهل البلد دي غير أهل البلد دي. فأي حد هيفكر يكون جندي على أرض اليمن بيحارب أي حد في اليمن هو ميت لا محالة. هو السؤال، هل فعلا مصر ما عندهاش جنود في اليمن؟ ده سؤال على فكرة محدش يقدر يجاوبه exactly right، محدش يقدر يجزم او لا. هو مفيش اعلان ان في لينا جنود في اليمن، لكن احنا مش متاكدين هل لينا ولو نسبه صغيره ولا لا، ده اللي الايام هتكشفه. لكن في 22 اماراتي النهارده ماتوا في قوات البريه في اليمن. بنشكر رئيسنا اللي ما اشتركش في اليمن، لو ما كانش فعلا اشترك بجندي واحد، ونشكره جدا لان اليمن مقبره للغزاة، وقبل كده انضربنا فيها واستنزفنا فيها وكانت سبب في هزيمتنا على الوقت اللي بعد كده. فما ينفعش ان انا اغلط الغلطه مرارا وتكرارا، وخصوصا ان المفروض ان الانسان يتعلم من التاريخ بسرعه، اللي بيحصل ما يحصلش تاني. فصفر مريم وحقل الغاز، الظلم اللي وقع على حقل الغاز شبه قوي الظلم اللي وقع على مريم، وهتستغربوا اكيد من كلامي، لكن هيكون معانا الدكتور نائل الشافعي بعد شويه صغيرين على التليفون، وهيعرفنا ان حقل الغاز مش لسه مخترعينه النهارده او لسه شايفينه النهارده، مش ثروه اكتشفت فجاه، مش معجزه حصلت النهارده على غفله، لا دي حاجه موجوده من التسعينات. فوجودها وعدم وجودها وعدم ظهورها للنور واسمها بقى نقول الترمخة عليها كل الوقت ده كان في صالح مين وليه وعشان ايه؟ ليه بنجيب قوة عاملة وشركات أجنبية تكتشف لنا خير أصلا اكتشف عندنا وممكن كان يخلينا من أغنى الدول بقالنا أكتر من 17 سنة تقريبا؟ ليه؟ والمين؟ ولصالح مين؟ ليه النهاردة إسرائيل بتقول إن هي في موقف محرج وإن هي يعني مستاءة من ظهور الغاز في مصر أو من إعلان ظهوره، لأنه هو موجود من الأول وهي عارفة إن هو موجود من الأول. فليه نتنياهو النهاردة محطوط في موقف وحش؟ كل ده ممكن نعرفه في الحلقة، لكن قبل ما يكون معانا التليفون والدكتور هنشوف معانا قصيدة صغيرة حد كتبها ماجد منصور، والحقيقة عجبتني وشفت ان هي مش هوجهها لوزير التعليم اكزاكتلي هو بالظبط، لكن هوجهها لكل فاسد مصمم على فساده رغم تغيير الاوضاع، لكل فاسد كأنه مش واخد باله ومش دريان ان احنا بنتغير. يعني احنا بنتغير، الدنيا بتتغير، البلد بتتغير، لازم كمان انت تتغير، لازم تخلي بالك ان النهاردة انت هتغلط غلطة، انا مش هسكت والتانية مش هتسكت والتالت مش هيسكت والرابع مش هيسكت، وان سكت واحد واثنين وثلاثة هيطلع طوب الارض هيتكلم، الحجر هينطق ويقول ظالم وهيقول فاسد، ومش هينفع تغطي على جريمة باينة قوي لكل عين. مين عاقل يا جماعة يقدر يصدق ان واحدة بتجيب 97% تجيب صفر صفر صفر؟ لا، القضية مش قضية مريم على فكرة، ومش قضية مسيحيين ومسلمين عشان بس اللي بيلعبوا في الضلمة دولت، أنا بس عايزة أقول لهم دي قضية
بلد، دي قضية فساد، دي قضية بيع ذمم، دي مصيبة، دي مصيبة. مش بنت، أنا مش بحامي النهاردة عن مريم، أنا بحامي عن كل مظلوم. لما منظومة التعليم تنضرب يطلع لي بدل مريم ما تطلع دكتورة تبقى زي مجدي يعقوب كده، لا هيطلع لي حمار ياخد ورقة مريم ويطلع دكتور يموت لك كل عيان يفتح بطنه. ده ايه نجح يعني في كلية الطب او دخل اي مجال بمجموعها او بدرجاتها، هو هنا متخلف او فاسد لانه اعتمد على فلوس اهله فطلع وده بقى دخل الجامعة، وزي ما اشتروا له الثانوية العامة هيشتروا له الباقي، هياخد شهادة، وللأسف ده هيتعين قبل الغلبان الحقاني اللي اجتهد وطلع عينه في الدنيا، لان ده اصلا طلع بفلوس اهله، فممكن يتعين برضه بفلوس اهله، بمنصب اهله، بمكانة اهله، عشان كده ده بيتعين، متخلف بيتعين، وحد صاحب حق، كل الحق، عنده العلم، كل العلم، عنده الفهم، عنده الحب، عنده الضمير، عنده القلب، مركون في البيت، ما بيتعلمش، ما بيتعينش، رغم ان هو متعلم حقيقي. فهنا يبقى غير لائق، عدى وبقى لائق وبقى متعين، لائق 100% اندفن تحت التراب بالظلم المتراكم سنين وسنين. طيب النهارده كانت برامج التلفزيون كلها شغاله بقالها مده على سفر مريم، وانا قلت مش هتكلم عليه، قلت كفايه قوي على مريم، يعني انا بشوف كده ان كفايه قوي عليها ان كل الناس عرفت ان هي مظلومه، وتخيلت ان بعد كل اللي حصل ده مفيش حد هيجرؤ ان هو يقول لا دي كذابه، لا دي كانت غايبه، لا دي كانت ساقطه السنه اللي فاتت. يعني انا شفت على اليوتيوب موقع كده يشبه بالظبط قناه السويس هي تشطب مواجدي او هي ترعى حاجه زي كده، يعني قال لك دي ساقطه السنه اللي فاتت وناجحه في 3 مواد منهم التربيه القوميه. حتى لو ده حتى لو ما تجيبش 0 في كل المواد، بس دي البنت دي متفوقه جايبه 97% السنه اللي فاتت، ولو كانت ساقطه السنه اللي فاتت ولو كانت غايبه في كل المواد، مفيش حد من صحابها عارف انها كانت غايبه في كل المواد، مفيش حد من الدنيا كلها عارف انها كانت غايبه في كل المواد، مفيش حد استمارتها مش مكتوب عليها غياب، محدش خد باله ان هي كانت ساقطه السنه اللي فاتت غير اللي كاتبين الكلام ده، طبعا كلام كذب كذب وكله هراء في هراء، ولكن كله احنا دلوقتي في عايشين في طشت مواجدي، يعني احنا عايشين في زمن اسمه زمن الحق الضايع، الحق الضايع، صوت وجدي غنيم وامثاله هو الصوت العالي اللي ممكن يطلع. النهارده كانت الاستاذه لميس الحديدي جايبه اللي هم الاعضاء كنترول اسيوط، ولو شفتهم هو اما شفتهم هو بيتكلموا واو حقانين قوي والحق معاهم من راسهم لرجليهم، والبنت غلطانه يعني غلطانه، والبنت لابسها الموضوع وهي واخده 0، والدبوس اصل الدبوس هو الدبوس لما اتعاند حط ازاي، واصل ايدها لما كتبت اسمها طبعا على الورقه اللي تحتها، واصل طب وبعدين وبعدين في الكذب اللي ملوش رجلين، وبعدين على الكذب اللي ملوش اول من اخر، والحد فين واصلين بينا لحد فين، ده مش اول 0 ومش هيكون اخر 0. حظ مريم الوحيد في القضية دي انها خدت 0. عارفين لو خدت 60%؟ عارفين لو خدت 50%؟ ما كانش حد ما كانتش عين هترقلها، ما كانش حد هيشفق عليها، ما كانش حد هيصدق صرختها ولا وجعها، ما كانش حد هيقف ويقول مريم معاها حق، ما فيش واحدة من الأوائل بتجيب 0 في كل المواد، ده كلام تهريج وكذب. معايا فيديو هيأكد كلامي، لكن قبل الفيديو هقرا لكم القصيدة دي. بتقول يا البيه غفلان وتحتك ملعين هيضيعوك، يا ظلام عقلك مخلي اخوانك يخدعوك، يا فساد حضرة جنابك قالك راح يسندوك، اما الاكيد في ظني ان رحيلك اكيد، مستني ايه ده حتى الكرسي ما راح يدوم، واللي بيضحك في وشك اول ناس هيبعوك. اسمع يا ابن الاكابر في عينينا انت اتحرقت، انفي وبرر وكابر، هدد واعمل ما شئت، فمدام ملكش فايده وما انتاش راجل بجد، وطريقتك مش محايده ولئيم في كل رد، وطريقتك مش محايده ولئيم في كل رد، اهل البنت الصعايده اللي في يوم امنوك عن النعمه اللي اداها لهم رب الكون والملوك، حالفين ما يهدى بالهم ولا ضحكه تخش دارهم،
أبدا ما هتطفي نارهم إلا لما يجرجروك، ومعاك كل اللي فسدوا وبنفاقهم فرعنوك. اصحى يا شيخ المناصر، كذبك قطع الشكوك، مهما هتعمل مناصر عمر ما هيصدقوك. السفر انت اللي خدته، والحق انت اللي بعته، وحلفت يمين وخنته، وذبحت ورده قاصر، ليه ما طلعتش بعبره من التاريخ المعاصر؟ فيه ناس لو جيت عليهم راح تبقى انت اللي خاسر، بص وراك ولا جنبك، تيجي ايه جنب القياصر؟ لو سلطانهم نفعهم يبقوا هينفعوك. خليك راكب دماغك، بس الشابة اليتيمة ليها رب اسمه الوكيل. خليك راكب دماغك واعمل سمعك تجيل، بس الشابة اليتيمة ليها رب اسمه الوكيل. وإن سبت اللي سرقها، الصفر اللي في ورقها والملح اللي في عرقها هيشاوروا على الدليل ويزيعوا ويفضحوك. أبدا ما هيسبوك، هيلحقوك طول حياتك ووراك ليوم مماتك، وياك بعد ما تبقى رمة في تربة أبوك. وتعابير لناس شايفة الظلم، أكيد هو اللي كاتب حاسس هو كمان قد إيه الظلم واقع عليه هو كمان. فلو قلنا إن ده كل صفر، أو كل شخص وصل للصفر في إن هو يلاقي الحق والحقيقة، وإن هو يعبر عن حق عايز حقه ومش عارف يلاقيه، هيلاقيه في سفر مريم. سفر مريم بقى قصة، بقى قصيدة، مش مريم لوحدها اللي خدت صفر، وفي بنت اسمها مروة أو ميادة واخدة صفر، وفي غيرها كتير. الموضوع اوعوا تفكروا إنه مسيحيين ومسلمين، الموضوع سرقة المتفوقين. وسألوا مجدي يعقوب في يوم من الأيام لو كان استنى في مصر كان هيبقى إيه، وكان هيروح فين، وكان هيتعامل بيه إيه، وهيتعامل في إيه. احتمال كان يفتح عيادة تحت بير السلم وتبقى درجة 10، واحتمال ما كانش حد يعرفه، وما كانش يعمل القلب المفتوح على مستوى العالم كله، ولا كان ياخد فيه جوائز، ولا كان ينفع ناس كتير قوي ويديهم حياة بدل الموت. لكن كان ممكن جدا يتسرق كل ده ويتنسب للدكتور اللي فوق منه في الجامعة، أو في الآخر، يعني في الآخر خالص بيندفن من ده. كتير عندنا ملايين ملايين المواهب بتندفن تحت الظلم التقيل، والناس الكذابة اللي كتبهم بقى مكشوف، لكن محدش عايز يشوف. معانا الفيديو اللي بيوضح فيه قوي قوي الحتة دي، واضحة جدا في ان احنا نشوف اللي النهاردة جم وقعدوا يتكلموا من كنترول أسيوط ويقولوا ان هم شغالين بقالهم عشرات السنين، وان ده شغل بضمير، وانهم بيقعدوا من اول النهار لاخر النهار، وان الشيخ في الجامع وعظ نص ساعة وهم قعدوا ساعة ونص يبرروا موقفهم لحد ما اقنعوا الناس ان هم حق، وان البنت اللي باطل والبنت اللي هي ما جاتش او واخده صفر وده ورقها وده خطها، رغم ان المحامي بتاعها قال ان البنت الحروف كلها متغيره في الارك في يعني هي بتكتبها بشكل، والكلام في الاجابه بيحطها بشكل تاني، الاسم اللي هي كاتباه ليه شكل، والكتابه بشكل تاني. الطب الشرعي قال ان القلم اللي استخدم مش نفس القلم، لكن نفس اللون، جاف مثلا جاف ازرق، لكن مش هو نفس القلم، يعني حتى القلم اختلف من كتابه الاسم لكتابه الاجابه في كل اوراقها، فده معناه كبير قوي قوي. للي بينكروا ان في اي تلاعب في الثانويه العامه، الراجل ده اكبر دليل على تلاعب الثانويه العامه. واللي بينكروا ان ممكن تكون في اي غلطه في اللجان، الراجل ده اكبر دليل على ان في غلطات في اللجان. اللي بينكر ان في فلوس بتتاخد في الثانويه العامه، الشهاده دي اكبر شهاده، والشهاده دي بنوصلها لرئيس الجمهوريه شخصيا، مش لوزير التعليم اللي بدل ما ينصف البنت او بدل ما يعمل تحقيق عادل، بصينا لقيناه بيقول لها لو طلعتي غلطانه هنسجنك او هنعاقبك او كذا، وكانه بيصدر حكم مسبق عليها، وكانه بيقول للكل اوكي هتطلع غلطانه، وكانه متاكد من انها غلطانه. فالكلام اللي سمعتوه من شويه ده بيأكد مرارا وتكرارا ان الامر في لعب، ولعب كبير ولعب تقيل. البلد فيها فساد مستشري في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، مش بس ظباط من اجل مصر هم اللي كانوا فاسدين، مش بس قضاة من اجل مصر هم اللي كانوا فاسدين وزوروا الانتخابات، لكن كمان في تزوير في الامتحانات، في تزوير في الانتخابات، في تزوير في كل المجالات، في
كذب وفي تدليس في المستشفيات، في مصايب في الاقسام والجامعات، في كل الاتجاهات. وعشان نلم ده كله مش هيتلم في يوم وليله، لكن عايز ايد من حديد، عايز ايد من حديد لمعاقبه اللي يثبت تورطه او لمعاقبه الجناه. ومش بالصوت العالي هنلغوش على كل حاجه ونعدي كل البلاوي دي كانها خبر خير او كانها حاجه ما كانتش موجوده، علشان اكيد في بلاوي بتغطي على بلاوي، وفي حاجات بتزق حاجات. وعشان كده النهارده وهي بتقول لهم إيه، طب انتوا شايفين الراي العام هدي عليكم؟ قالوا لها ايوه الناس فهموا كتير، والناس هديوا، والناس تفهموا الامر، وعرفوا ان احنا مظلومين، وعرفوا ان احنا ما يعني البنت هي اللي عندها صفر. بدات الناس تهدى. ليه؟ لان المصيبه مش عندهم، لان البلوى مش شبتهم، لان الولد او البنت اللي واخدين صفر مش ابنهم. هنخش على موضوع الغاز شوية ونشوف لو كان الدكتور معانا. أعرب الرئيس طبعا، دي صورة واحد في السيسي، فبيقول كده أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا زي ما قلنا ان موضوع الغاز ده هقراه لكم كده بالظبط، ان هو من سنة حقل الغاز ده من في اللي اكتشفوه في شمال اسكندريه، اكتشفوه الاسبان سنه 1998، ثم باعوه لبريتش بتروليوم. ومنذ اكتشافه لليوم ده تم تعديل عقد المشاركه والتسعير اكثر من 7 مرات، حتى ان العقد الحالي لا يشبه على الاطلاق النسخه الاصليه اللي كانت 1998. ديت المفاجاه اللي اعتقد ان ناس كتير ما تعرفهاش، انه مكتشف من 1998. يعني وزي ما قلت مفيش حاجة، يعني مش مفاجأة، مش جديد، مش هو معجزة النهاردة. لكن بالظبط هو بيشبهني في نظري زي صفر مريم، هي متفوقة، هي ممتازة، هي زي الفل، بس في الآخر واخدة صفر ويمكن يستنى ظلمها سنين. صفر مريم كمان بيشبهني بعبود على الحدود. عارفين عبود على الحدود؟ الفيلم دوت فيلم سوري تقريبا، او يعني هو مش عربي، مش مصري، لكن ده كان راجل ضاعت منه الباسبورات بتاعته وهو على الحدود. عبود على الحدود ده غير الفيلم بتاع، لا غير علاء ولي الدين خالص. التاني كان سوري وبيقدم الفيلم بان هو ضاع منه الباسبور على الحدود، فما عرفش يدخل الحدود، فالدنيا قامت ما قعدتش، والمظاهرات كانت في كل مكان، وكانت الاجتماعات من كل البلدان، وكانت الناس كلها من هنا ومن هناك جايين ويهتفوا ويصرخوا ويصوتوا ويضربوا على الارض. الدنيا كلها قايمه عشان عبود على الحدود، والعربيات كلها داخله من الحدود عشان عبود لازم يدخل الحدود، وعبود لازم وبصينا لقينا عبود وهو داخل، قالوا له اوراقك؟ قال لهم ما انا عبود اللي الدنيا قايمه عليه. قالوا له لا اوراقك يا عم، انا عبود اللي الباسبور بتاعه ده، يا عم هات اوراقك يا سيدي. هو انا لو معايا اوراق كان هيحصل كل ده؟ قال لا. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ يقول له اوراقك، مش هتخش غير بالاوراق. قال له طب ما انا اصلي يعني انا اللي معمول عليه الضجه دي كلها، اللي انتم مدخلين كل الناس ما عدا انا، فتن كل الناس تدخل، هو برده ما دخلش. دخل بعد كده المعيز والخرفان اللي كانوا معاه والفراخ اللي كانوا معاه، وجي عدي البوليس او العسكري صوب نحو المسدس، وكده الفيلم خلص. ولسه عبود مزنوق على الحدود وواقع عليه الظلم بدون حدود، وبرغم من كده وبرغم من كل الهيصه اللي اتعملت عليه في كل البروباجندا الاعلاميه، الا ان برضه عبود ما دخلش وتنه على الحدود وما خدش حقه. يا خوفي يا خوفي يا خوفي، بعد كل القنوات ما اتكلمت عن مريم وكل الناس قامت ما عادتش عن مريم، ينتهي الامر ان مريم تستنى بصفر مريم؟ رغم ان في ناس من دول اخرى عرضت ان البنت تسافر وتتعلم هناك. البنت دي اخواتها دكاتره، يعني انا كان المفروض النهارده يبقى معايا مينا ملاك، اخوها دكتور مينا ملاك. يعني البنت اصلا دي جينات الوراثه بتبقى، يعني لما تلاقي يعني دايما يقول لك الهبله ما تخلفش دكتور، ودايما الاخوات الى حد كبير، الى حد كبير مش كلهم، انا ما بقولش الكل يبقى زي بعض، بس الى حد كبير بيبقوا شبه قريبين من بعض في مستوى الذكاء الى حد كبير قوي، فما بتلاقيش واحد معتوه قوي وتاني دكتور. يعني سام تايمز ده بيبقى نادر جدا جدا جدا، ما يقدرش نقول ان ده بيكون العادي. فالبنت اخواتها دكاتره، والبنت اصلا كانت متفوقه ومن الاوائل، فما ينفعش خالص خالص موضوع الصفر مع مريم. كمان الغاز من سنه 98، النهارده بنقول اه اكتشاف، ايه معجزه؟ ماشي اكتشاف ومعجزه، واعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن فرحه الغامر الرهيب اللي يعني كده اللي غطى الارض كلها، وهو في سفرياته الجميله الاسبوع دوت، وانتقل من سنغافوره لاندونيسيا للصين لاماكن كتير، وفي كل مكان بيعمل، يعني لما راح لروسيا كان بيتفق على النووي، لما راح سنغافوره بيتفق على محطات لتحليه المياه، ومصيبه سد النهضه. ومش عايزه اخش في الموضوع ده النهارده، ان عايزه اقول لكم وقلت لكم قبل كده ان بالرغم من ان
مفيش اي كلام دلوقتي عن سد النهضه، وبالرغم من ان اثيوبيا ما عملتش اي حاجه دلوقتي او اي كلام في الموضوع، الا ان وكنت قلت لكم ان ده اكبر فساد حصل في عهد مرسي، وكنت قلت لكم ان اللي وقع العقد ده لازم يتسجن، لانه لما جه يكتب ان تستمر يعني يجب، وكان كان لازم يقول كده لا يجب، كان لازم يقول لا يجب استمرار البناء اثناء اثناء المناقشات في سد النهضه بناءه او عدم بناءه، وكان لازم يقول لا 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 يتم، كان لازم يقول ما ينفعش نستنى شغالين واحنا لسه بنتفاوض. لكن العقد ده اتحط فيه ملايين الملايين علشان يتكتب فيه ان يستمر البناء اثناء التفاوضات مع اثيوبيا، وده معناه كارثه قريبه وجايه، جفاف النيل قرب جدا. وانا مش هقول زي ما ناس كتير بتقول دي نبوات صفر اشعه 19 والنيل لازم يجف والكلام ده، لكن انا هقول انه هيحصل، هيحصل هيحصل هيحصل، بس امتى هيحصل ازاي هيحصل باين قوي انه هيحصل بالسد. طيب بعقلي صغير قلت طب ما نضرب السد، يعني طيارتين ثلاثه يجوا يشرخوه خلصنا وقفنا بناءه سنين. ليه هو اللي بيبنيه صحيح اثيوبيا؟ ها لا يا جماعه، مش اثيوبيا اللي بتبني السد، اللي بيبني السد اللي خايف من مصر بقاله سنين، واللي مش عارف يفعص العرب علشان الحصن المنيع اللي اسمه مصر. اللي بيبني السد حد اكبر بكتير من اثيوبيا، اللي حوج اثيوبيا اساسا انها تترمي في حضن الاسرائيليين واعوانهم، ان مصر بعدت قوي عن الـ عن الـ عن الحضن الافريقي، ما بقتش قايمه بمسؤولياتها وبدورها في السودان واثيوبيا والكونغو والشرق الاوسط الجنوب ده كله، فعلا اهمل جدا جدا من ايام عبد الناصر لغايه النهارده. اي نون طبعا عبد الناصر والسادات ومبارك كل دي كانت ناس ماسكه قيمتها وقوتها وخرب الدنيا وبوظها مرسي، ومرسي كان سبب الاتفاق او العقد اللي اتمضى بان السد يتبنى ويستمر بناءه اثناء المفاوضات، كان في الوقت الاسود او الوقعه اللي وقعتها مصر الكام شهر دول او السنه دي، في الوقعه دي اتمضى العقد ده، اتمضى العقد ده، وكان لا يمكن يتمضى ومبارك موجود، وكان لا يمكن يتمضى والسيسي موجود، لكن اتبنى في المصيبه اللي حصلت لمصر او الوعكه الصحيه الرهيبه اللي اصابتها، فاتمضى العقد وبيتقال فيه ان يستمر بناء السد اثناء المفاوضات، وهي دي الثغره اللي النهارده شغال السد يتبنى واحنا نايمين في العسل وفرحانين بالانجازات وغرقانين في الانفجارات وزعلانين من سفر مريم وزعلانين من معرفش امناء الشرطه اللي واقفين ومش شايفين شغلهم كما ينبغي، واللي المفروض نراعي او ناخد منهم الامان، هم اللي بقوا يقدروا الامن والامان، وهم اللي بيطلبوا حاجات مش وقتها او مش مكانها، او بيعملوا مظاهرات المفروض انهم كانوا ياخدوا تصريحات بالمظاهرات، فيطلع شخص اخر يقول اصل ده مش مظاهرات دي احتجاجات او دي اضرابات، ما انيل والعن من المظاهرات لانها بتعطل العمل وبتعمل مشكله اكبر، فانت عذر اقبح من ذنب الى حد ما. برضو هقول برغم من كل ده الا ان سد النهضه اللي بيتبنى كارثه كبيره على مصر، لكن في نفس الوقت بقول ان اللي عطل ظهور كنز او منجم الذهب ده اللي هو الغاز، الغاز اهم من البترول، ولو قلنا السعوديه متفقه قوي مع امريكا وحاطه امريكا ايديها في ظهرها وهي حاطه ايديها في ايديها عشان هي مصدر تمويل البترول، طب مين كمان؟ قطر كمان، يبقى السعوديه وقطر بيمولوا او بيمولوا امريكا بالبترول، وامريكا والدول اوروبا بتعتمد عليهم في البترول. طب البترول والغاز؟ الغاز طبعا، الغاز ده نقي، خامات خام على طول كده، هو مش محتاج تكرير ولا تطلع منه زفت ولا اسفلت ولا زي البترول، فده حاجه اغلى اقيم انقى اسرع اغلى، فالغاز حاجه مش قليله. كنا بنصدر الغاز لاسرائيل بسعر واهي nothing، في نفس الوقت اسرائيل عندها حقول غاز وكانت بتتعاقد عليها. النهارده اسرائيل محطوطه في موقف محرج بعد اعلان، على فكره اعلان وجود غاز في البحر الابيض او البحر المتوسط ده عشان
كان عايز جراءة ورئيس مسنود ورئيس ربنا سنده عشان يعلن هذا الأمر، لأن زي ما قلت لكم الأمر من 17 سنة تقريبا، وهو الكلام بيقول من سنة 98 وباعوه لبريتش بتروليوم واتغير العقد أكتر من مرة. خبير البترول نايل الشافعي ممكن يحط ضوء أكبر بكتير قوي على الأمر دوت، ونشوف دوت لو تم الاتصال، ولو ما تمش هكمل معاكم. هنشوف ان رئيس السيسي اعلن عن سعادته باكتشاف، انا هغير المانشيت اللي طلع في الجورنال وهقول اعرب الرئيس السيسي عن سعادته مش باكتشاف، لان اكتشاف دي كذبه ممكن يقولوها في الجرايد لكن مش هتخيل على بعض الناس اللي فاهمين. هنقول باعلانه، بقدرته، باستطاعته، كراجل بيحكم مصر بيحب مصر حقيقي، مضحي بجد بعمره وحاطط ايده على عمره على كفه وراضي باراده ربنا ايا كان شكلها، قادر يتحدى كل الاتجاهات وقادر يقف قدام الكل بكل جراءه وبكل جساره ويعلن عن خير في بلده هيغير تاريخ المنطقه كلها، وهيحدد وهيغير شكل العلاقات سواء كان مع سوريا سواء ما كان مع قطر والسعوديه وعلاقاتهم بالدول الخارجيه ووضعهم الحالي في ان هم قادرين ان هم يتحكموا في العالم عن طريق البترول، ولا مصر اللي ممكن يكون ليها تغيير في الخريطه. ومعانا على الهاتف الدكتور نائل الشافعي خبير البترول، اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. كان ليك شفت اكتر من فيديو ومقالات عن الغاز، وان انت قلت انه اكتشف، او يعني دي المفاجاه اللي الناس ما تعرفهاش، كله فرحان وكله بيقول ان حقل الغاز اكتشف فجأة وان احنا عندنا كنز اتفجر ومعجزة حصلت النهاردة او دلوقتي، لكن حضرتك قلت انه من سنة 98، يا ريت تكلمنا عن الامر ده. ايوه، هو الحقيقة انه ظهرت تكنولوجيا جديدة بتتيح الحفر على اعماق اكتر من 1500 متر عمق مائي، ابتدت تظهر في اواخر التسعينات، وفي الوقت ده شركة شيل جت اخذت امتياز في شمال البحر المتوسط، شمال شرق البحر المتوسط، ده اسم الامتياز في مصر، اختصاره نمد. فاخذت امتياز ضخم في مصر وابتدت تشتغل فيه. ففي خدته سنه 99، وفي سنه 2000 اكتشفت حقل اسمه شروق وحقل تاني اسمه ليل. ليليا. والاثنين دول كانوا مبشرين جدا، ولكن توقف العمل بيهم لفتره، وظهر في نفس الوقت انه حصل ترسيم للحدود البحرية بين مصر وقبرص بطريقة انا شايفها ان هي كانت سيئة جدا. المهم انه شركة شيل لقت انه فجأة الامتياز اللي اخدته من مصر للتنقيب اوفر نايت ما بين يوم وليلة اصبح اقل 17%. يعني في جزء من المياه اللي مصر قالت لها احفري فيها اصبحت ما هياش جزء من مصر. فالمهم يعني حصل لغط شوية، وبعدها اكتشفوا بيرين كمان، وبعدين بعد كده قالوا لا احنا خلاص احنا ماشيين وسايبين. انا عايزة اشوف الحجم، يعني عايزة اقول لك مثلا يعني احتياطي مصر كان سنة 94 1 تريليون، يعني ما كانش عندنا احتياطي غاز، لكن لما بعد الاكتشاف ده بقى عندنا احتياطي يغطي وبقى عندنا تقريبا 65 مليون، مش كده؟ الرقم ضخم جدا، ولكن احنا اقاليم الغاز اللي هو مناطق الغاز الرئيسيه في العالم، منهم منطقه رئيسيه جدا منهم اسمها مروحه النيل، نايل فان. فمروحه النيل اللي هو جزء المياه الضحله اللي قدام الدلتا مباشره. ولكن ابتدى بعد تكنولوجيا الحفر العميق ابتدوا يكتشفوا كمان ان الجزء اللي هو اللي ابعد من كده شويه كمان اللي هو بيسموه جنوب جبل إيراتوستين الغاطس، دي فيها كميات اكبر بكتير. فالمهم الحقل اللي اكتشف سنه 2000 وسكتوا عليه دلوقتي رجعوا اعلنوا عنه تاني، وده شيء كويس وانا برحب بيه جدا جدا. ولكن اللي انا بقوله كمان، اذا كنا مبسوطين، واحنا طبعا اكيد مبسوطين بالحقل دوت، انا متاكد ان في حقلين اكبر منه بكتير لازم هيظهروا في الفتره اللي جايه. واحد الى الشرق منه في امتياز شمال بور فؤاد، لازم هيظهر واحد على عمق تقريبا حوالي 1500. ده توقع ولا ده توقع من حضرتك ولا ده عن 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 دراسات؟ هقول لحضرتك حاجه، هو ببساطه خالص ان في حقلين، واحد قبرصي وواحد اسرائيلي على بعد 1.8 كيلومتر من الحدود المصريه.
اسرائيل في ورطه، ونتنياهو كان في منشط النهارده بيقول نتنياهو في ورطه بعد ظهور الغاز في مصر. هو ظهور الغاز يا دكتور نايل يا معلش، احنا نتمنى الخير للكل، ولكن احنا لازم اول حاجه نتمنى الخير يكون لنفسنا طبعا. فاحنا لذلك احنا انا متاكد انه في شمال بور فؤاد اللي هو الركن الشمالي الشرقي للحدود المصريه، انا متاكد انه في، وانا ده التحدي اللي كان بيني وبين الدوله المصريه، قلت لهم لو انتم مش مستعدين تحفروا ادوني انا امتياز، وفي خلال 24 ساعه انا هيطلع عندي اكبر حقل في البحر المتوسط في شمال بور فؤاد. معايا ان احنا بنهدر الطاقات العقليه اللي كانت ممكن تفجر لينا طاقات غير عاديه في بلدنا، وتخلينا من اغنى بلاد العالم، وما تخليناش نهاجر ونسيبها للخونه واللي بيبيعوا فيها طول النهار. مش معايا ان هم بيهدروا عقول كتير زي حضرتك وزي دكتور مجدي يعقوب وزي صفر مريم وزي الحاجات دي كلها؟ دكتور مجدي يعقوب على فكره عندنا هنا في نيويورك امبارح كده. لا ايوه لازم يصحوا شويه، وفي امكانيات هائله موجوده في مصر كمان، بس للاسف مش واخده، الفساد مضيع الدنيا. مش كده؟ طيب انا عايزه اقول لك بس يعني تاني، عايزين نحط النقط على الحروف، الحقول دي اكتشفت النهارده ولا مكتشفه من سنه؟ من سنه 2000، حقل شروق بالذات مكتشف سنه 2000. في حقل وانا حطيت ونشرت المعلومات السيزميه بتاعته اللي اتخذت سنه 2000. بالتحديد 17 ديسمبر سنة 2000 باليوم يعني. ايوه. عندك اي ابحاث في الموضوع اهملت او ما حدش بصلها او ما حدش قام يعمل لها اي حساب؟ تعتقد الفساد كام من فين في النقطة دي؟ ما احنا بنتكلم كتير على الموضوع دوت، وفي خلافات كتيرة بيني وبين وزارة البترول على الموضوع ده. فبس يعني ان شاء الله خير، واحنا متأكدين انه لو عايزين الشعب المصري لو عايز يعمل حاجة يطالب، فين شمال بور فؤاد؟ احنا عايزين حفر في شمال بور فؤاد. يعني كده احط ده السؤال بتاعك دوت، يعني ده طلب من دكتور نائل خبير البترول، احنا عندنا كنز في بور فؤاد مهمل لسه لم يكتشف بعد؟ واكيد ايوه، ما يقلش عن 50 تريليون ادم. 50 تريليون ده، طب قدروا كده في ثروه الغاز يكفينا كام سنه من غير ما نقول لحد الحقنا او عايزين غاز او عايزين نشتري غاز يصدر لنا؟ يكفينا ان احنا نقدر نبقى دوله مصدره كبرى للغاز كمان. يعني عندنا في بور فؤاد كنز لم يعلن ولم يكتشف عنه لغايه دلوقتي، رغم ان انت بتاكد وجوده بلا شك. ايوه. ايه اللي انت محتاجه عشان تكشف حاجه زي كده؟ محتاج انت نفسك تروح تعمل دراستك دي هناك، ولا هم هناك يقدروا يستعينوا بشركات اجنبيه زي ما دايما بيعملوا؟ يدونا الامتياز، ما هم بيقولوا هم في شركات اجنبيه واخده الامتيازات ديت ومسقعاها وما بتعملش حاجه، مسقعاها علشان ما حدش تاني يروح ويحفر. لصالح مين بيحصل كده؟ والله ده بقى سؤال كبير جدا، محتاجين نعرف لصالح مين. الخبر ده اتغطى على الاقل 15 سنه، ليه 15 سنه احنا بنشحت واحنا الخير عندنا؟ ليه 15 سنه الناس بتاخد مننا الغاز ببلاش او شبه ببلاش؟ يعني اسرائيل كانت بتاخد مننا الغاز شبه ببلاش، خطوط الغاز كانت رايحه لها شبه ببلاش، ارخص ما المستهلك المصري كان بياخده. لصالح مين كل الخراب والفساد ده؟ لصالح مين نعيش فقراء واحنا عندنا كل الغنى ده؟ ربنا يسهل وتبقى فيه ان شاء الله اخبار كويسه كتير، بس بمساعده الشعب كله. ما حك جلدك مثل ظفرك، محدش الكلام ده مش هيتصلح لوحده، احنا لازم كلنا نطالب بيه. ليه بور فؤاد ما بيتحفرش فيها؟ ليه شمال ليل ما بيتحفرش فيه؟ بس كده. شركه اني البريطانيه انت شايف ان هي بتبلي بلاء حسن اكتر من الشركه اللي قبلها ولا؟ شركه اني الايطاليه يعني شركه يعني معقوله، ولكن يعني هي انا انزعجت كمان ان تاني يوم اعلنوا الاعلان على طول، طلعوا قال احنا ما عندناش مانع وبنتطلع ان يكون في شريك اجنبي يجي ياخد 30% عشان التمويل. عندي كمان يعني صوره الصوره حتى من موقع اجنبي ان شركه اني البريطانيه بتعرض اسهم لبيع الغاز. ايوه فكده ما يعني ما مش كويس. اني طبعا ليها تاريخ كبير في مصر، فيعني احنا بنحترم دوت، ولكن يعني مش بس الحكايه مش تاريخ وبس، عايزين نشوف تصرفات يعني انجازات على الارض. يعني وجود ان هي تعلن عن اسهم ببيع اسهم الغاز، انت شايف ان دي مش خطوه صح؟ لا انا شايف ان هم يعني ما فيش جديه كامله انهم يحطوا استثمارات من عندهم.
تفتكر نقدر نعمل زي ما عملنا في قناة السويس وفي حفر القناة، ان احنا خدنا ان رأس المال مننا فينا عشان محدش لا يطالبنا بيه ولا يوجع دماغنا فيه؟ والله فكرة ممتازة، وده انا اقترح. ايه رأيك؟ يا ريت يبقى في يعني اكتتاب وطني لو اعلن الرئيس السيسي النهاردة تاني فتح باب التبرع، مش التبرع بقى، الاشتراك باسهم مصريه من الناس المصريه سواء جوه او بره مصر اللي يحملوا الجنسيه المصريه 100%، وان هم اللي يساهموا في الامر ده بدل ما ان البريطانيه عامله اسهم وسندات ممكن يشتريها سلطح وملطح وكل ان كان، ويبقى الناس دي دخلت تاني برجليها بلدنا. طب انا معاكي تماما فيها، ولو حصل اكتتاب بالشكل ده انا هكون بلا شك هكون من اول الناس فيه. طيب انت شايف ان يعني ده، طب لما بتقول انا هكون اول الناس انت عارف انها ربحانه مش كده؟ بلا شك بلا شك. يعني بنفس القوه بتاعت قناه السويس، اقوى بكتير واقوى كمان. بنستنى مع حضرتك ان حد يسمع الطلب بتاع حضرتك في بور فؤاد، وكنز لسه مخفي في بور فؤاد مع كنوز كانت موجوده ولسه لم يعلن عنها الا دلوقتي عن طريق او عن طريق رئيس الجمهوريه الحالي رجل مصر اللي هو قدر يعبر. انت شايف ان، معلش خليني واضحه اكتر معاك، انت شايف وجود الحقول دي واكتشافها سواء حقل ليل او حقل شروق او شرق، اسمه ايه؟ شرق صح؟ ليل وايه؟ ظهر. هو ليل وظهر. سوري انا ظهر في امتياز ايه معايا ليل ليل وظهر. ليل وظهر، الحقلين دول كانوا موجودين انت قلت من 2000 سنه 2000 سنه 2000 أي. تفتكر الفساد في عدم الاعلان عنهم وعدم استغلالهم جاي من وزاره البترول او وزاره الطاقه ولا من رئيس الجمهوريه ولا من المنظومه كلها ولا منين بالظبط؟ خلاص كل ده اتغير دلوقتي، احنا بس عايزين نقول حقيقه بقى، يعني كل ده اتغير. هقول لحضرتك حاجه، حقل ضخم، حقل غاز ضخم بهذا الحجم، ده بيغير موازين كتيرة استراتيجية على مستوى العالم. فلذلك اعلان اكتشاف او اعلان نضوب حقل ضخم بالشكل ده، دي عملية مش بس انا اعتقد انها لازم تكون بيشارك فيها بلا شك يعني شركات عالمية كبرى وجهات عالمية كبرى كمان. فاحنا لو احنا مش مستريحين لاتجاه عام، ف ده هيثبط اي استثمارات في المجال ده. تفتكر هي ان مصر نقله كبيره مش كده؟ بلا شك بلا شك. عندنا ديون كتير في مصر، ديون تفاقمت في ايام مرسي والاحتياطي العام قل بكتير، تفتكر ده هيغطي؟ لو في النيه، لو توفرت النيه. نيجيريا بتنتج كم مهول من البترول، ولكن للأسف الفساد والاختلاسات عالية جدا، فالبلد ما بتطلعش لقدام. مع انها شعب عظيم الشعب النيجيري، ولكن فاحنا برضو يعني لازم نشوف فيه، ناخد عظة من الكلام ده. يبقى طلباتك يا دكتور نائل بما انك خبير بترول، التنقيب في بور فؤاد، ان احنا نقوم بنفسنا بعمل بدل ما الاسهم تعرضها شركه ان البريطانيه او البريطانيه، ايوه، في ان حد غيرنا يشتري الاسهم دي لانها هي اكيد عارفه انها ربحانه. انت بتقول او ده اقتراحي ان المصريين هم اللي يعملوا ده زي ما عملوا في قناه السويس، وحضرتك شجعت الاقتراح ده وقلت ان ده مفيد او كسبان 100%، فبنشجع كل الناس ان هم لو اعلن الرئيس هذا الامر ممكن الكل يشتري ويعمل ده. كمان عايزة نصيحة تانية تخلينا نفجر الأمر ده وما ينامش تاني. النهضة بالتعليم مهمة جدا. النهضة في التعليم. طب أنا مش هاخد رأيك في سفر مريم بشكل أكاديمي، لكن أنت أكيد سمعت، إيه رأيك أنت في سفر، هل في أي ارتباط بين سفر مريم واختفاء سر وجود غاز عندنا كل السنين دي؟ ما هي يعني هي نفس الحكاية، هو فساد التعليم، فساد منظومة التعليم، وفساد المنظومة الأخلاقية للبلد، الفساد العام. أشكر حضرتك دكتور نائل شافعي خبير البترول. شكرا جزيلا. شكرا. وعلى فكرة أنا خبير اتصالات، بس أنا اتصالات بحرية، فده السبب إن أنا ابتديت أهتم بالبترول، إنما أنا أصلا مش مهندس بترول الحقيقة. خبير الاتصالات البحرية؟ أيوة. أهلا بيك، كنت منورنا ومشرفنا. شكرا جزيلا، متشكر جدا. آه،
لو يعني بتهيالي انا ما غطيتش الامر قوي، ولكن كل الموضوع منظومة الفساد هي سبب المصايب، هي سبب الجوع، هي سبب تطفيش الناس، هي سبب الهجرة الغريبة اللي حصلت من الشعب المصري لبلدهم، هي سبب هجرة المتميزين واللي بيفكروا والمتعلمين واللي عندهم قلب والمحترمين، لأن البلد ما كانتش بلد محترمين أو ما كانتش بلد بتراعي المحترمين، زي ما كنا سامعين دلوقتي حالا في الفيديو اللي قبل كده من الدكتور اللي كان بيتكلم في بيتكلم عن الامتحانات وعن اللجان، وقد ايه كانوا بيشتروا ذمته ب 2 مليون دولار للجنه الواحده، وهو كان على 9 لجان، يعني كان ممكن يبقى ملياردير في لعبه واحده او في سنه واحده ويريح دماغه بعد كده ويرجع للشرف والعفه والصلاه والصوم والغسل الاموال والزكاه وكل اللي هو عايزه بعد ما كان يعملهم ويحطهم في البنك ويقعد مرتاح زي كتير قوي عملوا كده، فهو رفض. فكانت النتيجه ليه ان هو اتحارب، وزي ما سمعته في الفيديو اتحارب من كل الاتجاهات، وقال ان الفاسد بيعدي، ولو كنت فاسد كان زماني وكيل وزاره، لكن علشان انا كنت بقول الحق وما كنتش عايز ده وعملت بلاغات كتير ورحت للوزير وقابلت وخليت وسويت وكشفت الامر ما اتحركش ساكن لحد، لكن انا اضطهدت وطلعت عيني، فده الفساد. عشان كده انا حطيت الصفر جنب اكتشاف حقل الغاز، الاثنين بالنسبه لي فساد، فساد في المنظومة التعليمية، فساد في المنظومة الأخلاقية لكل المؤسسات الدولية، فساد بيتحارب من بعض أو من قلة قليلة من اللي عندهم جزء أو عندهم جزء من أمل في أن الضمير ممكن يعاد إصلاحه بعد تهرق سنين. فأتمنى أن أنا بحب جدا الحقيقة الرئيس، كنت اقول الفريق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشايفه انه بيجري في كل الاتجاهات، بيجري في كل الاتجاهات، بيعمل مزارع سمك تقريبا، راح سنغافوره عشان يعمل يتفق على مزارع سمك هيحطها على الحدود بيننا وبين غزه عشان يخلخل الارض، فما ينفعش يعملوا فيها انفاق من جديد، لا يفحطوها لا من هنا ولا من هنا ولا من، خلاص بحيرات السمك مش للسمك زي ما قلت، ولكنها سهم ذو حدين، اللي مش مقصود منه السمك لكن اللي مقصود منه خلخلة الأرض وعدم وجود أنفاق للأبد، سواء يعني الراجل بيعمل ليه للأجيال اللي جاية، هو مش هيعني ما فيش حد بيعمر 100 و200 سنة، لكن زي ما اللي فحطوا أو فحروا قناة مات فيهم 120 ألف إنسان، لكن لسه لغاية النهاردة القناة كانت معيشة مصر، او الحاجه الوحيده اللي ما كانش حد عارف يسرقها او يسرق ميتها عشان يقفلها، زي ما سرقوا ثروات كتير من اغاز ومن اثار ومن ذهب ومن اكتشافات ومن علوم ومن بلاوي سودا كتير قوي قوي، كانت ممكن تخلي مصر اعلى بلاد الارض، لكن الحراميه والفاسدين اللي مالين الارض واكلين خيرها زي الجراد. وعلشان كده عايزه اقول لكم ان مزارع السمك او الميه اللي تتعمل على الحدود من ناحيه هتجيب شويه خير في السمك، لكن الاحسن انها تمنع الخير انه يطلع بره، وده اهم بكتير من ان دخل، يعني شوفوا مش بس هتدخل خير، لكن هتمنع الخير انه يتسرب زي ما كان بيتسرب. احنا كنا بنستنزف عبر الانفاق، بنستنزف عبر الكنوز المعروف انها موجوده ومتغطي عليها ومقفوله، عشان قطر تطلع، عشان السعوديه تطلع، عشان اسرائيل تطلع، عشان كل البلاد دي تطلع، مصر لازم ينداس عليها، لازم تدخل في ربيع عربي وخريف اسود وورق يقع ومنظومه فساد تخش من خلال الناس للمنافذ وللاماكن الكبيره، فتبوظ التعليم وتبوظ الصحه وتبوظ السياحه وتبوظ بوظ لي البلد، خلخلها، انا مش قادر عليها كلها، انا هقصرها حته 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 حته، في كل حته هحط فاسد، وفي كل فاسد هديه فلوس، اشتري زمن، اشتري ناس، اشتري نفوس، اشتري 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 وموت، موت الضماير، اشتري وموت الضماير، انا عايز ناس. فهو ده اللي حصل كل السنين اللي فاتت، مصر اللي محدش قادر عليها قدروا يخشوا لها ثعالب صغيره مفسده للكروم، ثعالب صغيره، خشي خشي في كل المجالات، يلا يا ثعالب صغيره اكبري كلي واتمني واكبري وطلعي لنا ثعالب كتير زيك، وهكذا. وده اللي حصل في مصر، في مصر الفساد، الفساد هو اللي ورا كل شيء. الحلقه دي اكتر حاجه فيها الفساد والكذب، كل حاجه فيها بتقول كده، وهوريكم كل الصور اللي هجيبها لكم بعد كده، الاخبار فساد وكذب، فساد وكذب. عناصر تنظيم الداعشي
يعني انا عارفه ان كل ده كنت بتكلم عشان انا مصري، بس مصر، امريكا، داعش، العراق، سوريا، كل ده مش ما بقاش بعيد عن بعضه، ما بقاش فيه حاجه بتقول ان انا مصري بس هتكلم عن مصر. لا، مصر مرتبطه بالعراق، مرتبطه بسوريا، وللاسف الثلاثه دول كانوا مقصودين ان هم يتهدوا هم الثلاثه، وبكده يبقى ما فيش شرق اوسط، يبقى كده خلاص العرب يتداسوا تحت اي حد وبسرعه جدا وبسهوله قوي، ما بقاش في جيوش عربيه تقول لا ولا لا، ما بقاش في كنوز في بلاد عربيه ممكن تهدد اقتصاد تركيا ولا تهدد اقتصاد قطر ولا تهدد اقتصاد السعوديه ولا تهدد اقتصاد اي حد. فاحنا كده البلاد اللي استهدفت ضاع منها اتنين، والنهارده يعني كل الاصوات بتقول يا بشار بليز اوعى تقسم سوريا، اوعى تقسم سوريا علشان ما يتمش اللي حصل. وكانت رغده حاطه الو سياده المستشار اسامه صابر، اهلا. اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك يا ايمان هانم، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. منور الحلقه زي دايما. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. انا مش يعني مش عارفه اقول لك بالظبط، يعني انا مش عايزه النهارده ادخل في حلقه الانتخابات، ولو اني عارفه ان حضرتك يعني كل همك دلوقتي الانتخابات والبرلمان والفساد اللي بدا يبان قوي في ان في مثلا 16 عضو من الاخوان المسلمين في على الاقل دول اللي اكتشفوهم بالاسم وبالواحد، اظهروا ان في بعض المسيحيين في حزب النور، ولذلك بيعلن رئيس حزب النور او بكل قوه ان ما احنا مش حزب ديني، واللي عملوا علينا قضايا ورفعوا علينا الحجج دي ما يقدروش يثبتوها لان احنا مش حزب ديني. وطبعا احنا عارفين حزب ديني يعني مسلمين بس او مسيحيين بس او اي دين بس، لكن لما بيتعدد الاديان ما ينفعش يكون حزب ديني. وهنا اللعبه اللي بقى لنا سنين نقولها او بقى لنا شهور نقولها لكن وقعت او اتلعبت صح، فاصبح حزب النور محصن بوجود بعض الاخرين من دين اخر، فما بقاش ينفع حتى القضاء يخش في الموضوع. عايزه راي حضرتك في الفساد الموجود في البلد من كل اتجاه او من اي اتجاه انت عايز تتناقش فيه، سواء كان في البرلمان او في جزء اخر. طيب، هو بدايه يا ايمان هانم خلينا نبدا بالروجيتا التي يتعين عليها البدء فيها فورا بالنسبه لمواجهه التحديات والازمات والفساد المستشري في الحكومه. مكافحه الفساد يا فندم لا تقل اهميه عن مكافحه الارهاب. فاحيانا يستخدم الارهاب كافه اوجه الفساد لنجاح عملياته الارهابيه وتنفيذ مخططاته. وزي ما حضرتك شفتي وشفنا قبل كده بعض النماذج مثل اختراق الاجهزه والحصول على معلومات ضباط الشرطه لسهوله استهدافهم والنيل منهم وما شابه في كافه الاجهزه. طيب، من هنا كيف أرو ما هي الروجيتا التي يتعين علينا تنفيذها في اقرب وقت؟ لازم انوه ان الفساد له عده اشكال. الشكل الاول هو اساءة استخدام السلطة الرسمية الممنوحة للمسؤول سواء في مجال المال العام او النفوذ. اثنين، التهاون، او الشكل الثاني التهاون في تطبيق النظام او الازدواجية في المعايير او الانتقائية او المحاباة. الشكل الثالث كل ما يضر بالمصلحة العامة وتعظيم المصلحة الشخصية. طيب، ما هي كيفية التخلص منه؟ طبعا علشان وقت البرنامج ووقت حضرتك احنا طبعا مش هنفلت كل الحلول، ولكن هنقول ابرزها. اولا هو رفع التوعية ونحط تحتها 10 خطوط. رفع التوعية المجتمعية لدى المواطن بحقوقه وواجباته. الدور التوعية مهم جدا يا فندم. وللأسف مهمل جدا. النهارده هتيجي مواطن او مستهلك او شخص يتعرض لفساد في احدى المؤسسات ويكون عنده ثقافه الشكوى او كيف يحصل على حقه او المكفول، ويبتدي يفقد من هنا الثقه في مؤسسات الدوله، وده مؤشر خطير بينذر بكارثه فيما بعد. نمره اثنين، ودي مهمه جدا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد من قبل على تفعيل وتعزيز دور الرقابه من قبل الجمعيات والمؤسسات الاهليه. وانا باكد على المعلومه دي، تعزيز دور الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني
لان الجمعيات هي نقطه التواصل وقناه الاتصال بين المواطن والحكومه، كما تقوم باعداد المواطن كاداه معاونه للاجهزه التنفيذيه. نمره ثلاثه، اننا نضع عقوبات وجزاءات تردع كل مسؤول فاسد بالاضافه الى ملاحقته، وتكون هذه الاجراءات واضحه وتتناسب مع كل فاسد. نمره اربعه والاخيره هو تحسين الظروف المعيشيه للموظفين من خلال وضع كادر وظيفي مناسب لكل فئه تناسب ظروفه الاجتماعيه والاسريه. اما عن الحاله الانتخابيه او خليني اقول لك الاول مشهد الانتخابات البرلمانيه. سامعني يا دكتور؟ اتفضلي يا منى. سياده المستشار ام سوري، ايه السيناريو المتوقع لمشهد الانتخابات؟ واحنا شايفين امبارح مثلا كان بدايه الفتح الباب وشفنا خناقات ومنظر غير حضاري وناس صراحه لا تمثل ناس المفروض ان هم، يعني مش عايز اقول الناس كان عندهم حضاره شكلها ايه، والمفروض ان مصر ترجع لمكانتها الاولى، ومش دول اللي يمثلوا المصريين بالهمجيه دي كلها. لكن انا عارفه ان في كمان فئات مهمشه دخلت، زي بعض يعني الستات مثلا، بقى في نسبه كبيره نازلين للانتخابات، في بعض المسيحيين نازلين في الترشحات. هل فعلا حزب النور خد مسيحيين؟ كل الحاجات دي عايز اعرفها من حضرتك. طيب هو في عجاله كده، انا عايز اوضح بالنسبه للمشهد الحالي بالنسبه للانتخابات. اولا أنا عايز أؤكد على إن مباشرة الحقوق السياسية هي من حق الجميع ومكفولة لدى جميع المواطنين. ولكن هناك تصارع في الشارع السياسي أو الشارع المصري بين عدة قوى أيمن هام. ندوان تيارات الإسلام السياسي ورموز الحزب الوطني الديمقراطي السابق، وتيارات سياسية مجهولة الهوية لصالح أيضا إحدى القوى، ومنهم لتفتيت الاصوات. وقطعا احنا مش عايزين ننسى ان في شخصيات بعينها بتدفع ببعض العناصر المجهوله لصالحها او لحسابها الشخصي، زي جمال مبارك، زي سامي عنان، زي علاء مبارك، زي احمد عز ومشاده من الفئه دي. لا لا استنى، دلوقتي دولت موجودين على الساحه دلوقتي؟ لا، دافعين بعناصر مجهولة الهوية، يعني بيدفعوا بعناصر طبعا مش برموزهم الحقيقية او بطولتهم الحقيقية، ولكن بيدفعوا بعناصر وبيصرفوا على عناصر مرشحة للانتخابات. يعني معلش انا عايز اقف بقى هنا واقفة. عايز تقول ان 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 اعضاء الحزب الوطني واعضاء حزب واعضاء الاخوان واعضاء حزب النور كل دولت موجودين ومتخفيين في صور ناس ما حدش يعرف عنهم اي اصلا اي فصل؟ انا مش لا يعني احنا مش عايزين نقول اخوان، احنا عايزين نقول ان تيارات الاسلام السياسي كلها. طب وهل احنا هنقدر نقصي تيارات الاسلام السياسي كلها في مصر؟ ده احنا مصر كلها تقريبا. والله انا عايز اقول لحضرتك، هو في دراسه احنا قمنا بيها في الفترة في فترة الساعات الماضية، وهو مين الأوفر حظا بكرسي مجلس النواب، وده نفسا للدراسة اللي قضيتها الجمعية. هو من يتوافر به أربع من الشروط، يعني في خمس شروط بتتوافر في العضو اللي هو هيكون أوفر حظا بالحصول على كرسي مجلس النواب. أنا عايز بس سعودية أقول إن في قاعدة عامة مهمة جدا بتسوق المشهد الحالي، هي إن البرنامج الانتخابي للمرشح أو حزبه يأتي في آخر القائمة لعدم تغيير وجهة نظر المصريين بخصوص مرشحي مجلس النواب. بص يا سيادة المستشار، ثانية واحدة، بص كده المقالة دي معايا، خليك معايا وركز معايا كويس قوي فيها، وقول لي مدى قانونيتها. يعني الدكتور او ده عضو سلفي بيقول، ده صلاح عبد المعبود، دي صوره رقم 12، بيقول ده عضو الهيئه العليا لحزب النور، بيقول ان الحزب مرجعيته اسلاميه ومش دينيه، يعني الحزب بتاعنا مش ديني لكن الحزب مرجعيته اسلاميه،
مؤكد في الوقت ذاته نحن حزب لا يقوم على اساس ديني. وقال عبد المعبود في مداخله هاتفيه لبرنامج 90 دقيقه على قناه المحور: كل من رفع قضايا ضد حزب النور يقول اننا حزب ديني رفضت، وانا بؤكد ما عندناش احزاب دينيه على اساس ديني، ما عندناش احزاب دينيه على اساس ديني. وبيضيف: لو قلنا في مصر ان في حزب ديني لجنه شؤون الاحزاب هتعتبره مخالف للدستور وهتشيله وهتحله. فنحن حزب مرجعيتنا اسلاميه ولكن ليس على اساس ديني. هو هنا قانونيا بيتكلم صح لو حط ثلاث مسيحيين معاه، صح الكلام دوت؟ تاني يا فندم معلي صوتك عشان في مشكله كده. هو قانونيا قانونيا الحزب لا يعتبر قائم على اساس ديني ان دخل في الحزب ده ثلاث اشخاص او اكتر من دين اخر. مظبوط. فاعتقد ان هو بيتكلم وساند ظهره قوي لانه عارف هو عمل ايه، عارف انه فعلا معاه اكتر من ثلاثة من دين اخر. ده حقيقي، ولكن انا عايز اقول ان هو المشهد اللي هو ناقص امامه دلوقتي ان مش الاحزاب الدينية بس هي اللي هتبقى الاوفر حظا، لا احنا مش بنقيسها كده، احنا بنقيسها بناء عن دراسة، والدراسة بتقول ان انا عندي اربع او خمس مرشحين هم اللي ممكن يكونوا فعلا اوفر حظا لكراسي مجلس النواب. اولا ان يكون النائب له الخدمات، يعني المرشح الذي يعتمد على ما قدمه الابناء دائرته الانتخابيه من خدمات، ولا سيما المرشحين الذين سبق وكانوا نوابا في البرلمان السابق، ودي هتقابلنا مشكله بالنسبه لتيارات الاسلام السياسي. نمرة اثنين أو الشرط الثاني أن يكون للنائب شعبية، وهو المرشح الذي يكون له شعبية في دائرته ولديه تواصل مباشر مع العائلات، الأمر الذي يمنحه حسب أعداد لا بأس بها من الأصوات، وقطعا ده بنشوفه في الصعيد والأرياف. نمرة ثلاثة أو المرشح صاحب البرنامج، وهو المرشح الذي يمتلك برنامج انتخابي قوي وواضح. نمرة أربعة وآخر آخر يعني آخر شرطين، أعتقد إن دي إجابتك، يعني الإجابة دي تمشي على إن إزاي نستغل الناس المرشحين للانتخابات، أو إزاي يعني إزاي نختار. دي هتبقى قاعدة بتسود، دي قاعدة بتسود كل المرشحين اللي هم هيبقوا الأقرب في انتخابات البرلمان. دي قواعد اختيارهم، أوكي. نمرة أربعة المرشح المقتدر صاحب النفوذ والمال، وده يبقى موجود بكثرة في البرلمان، وهو المرشح الذي يمتلك من الأموال والأملاك التي تساعده بشكل كبير للوصول إلى كرسي البرلمان، وأن يكون قريب من دوائر صنع القرار والحكومة. انت ايه رايك في الحصانه البرلمانيين؟ خلينا مش هتغطي كل النقط. ايه رايك في الحصانه للبرلمان؟ انا سمعت مطالبات كثيره ان احنا نشيل الحصانه عنهم، واكتر واي واحد هيغيب خمس جلسات ورا بعض او 10 جلسات متقطعين يتشال ويتحط غيره، ما يبقاش عندهم اموال كثيره تحت ايديهم. انا من وجهه نظري، او انا يعني ليا قناعات شخصيه بالغاء الحصانه، ويمكن انا طالبت بيها اكتر من مره بالغاء او رفع الحصانه عن النواب. النائب هو مش محتاج الحصانه في حاجه، الحصانه دي بتخليهم بعد كده بتجار مخدرات وتجار سلاح وبيستغلوها في حاجات كتير قوي. بالظبط بالظبط. وبعدين ما حصانه النائب، احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عندنا 12 فئه مستثناه. يعني ايه دوله فيها 12 فئه مستثناه؟ ما هو كده في تمييز، اطبق القانون على حد والتاني لا. طبعا ما ينفعش، انا ضد ان يبقى في حصانه، ما فيش حد فوق القانون، طالما حاجه بتمس الامن القومي المصري واحنا في ظروف استثنائيه، انا برفض تماما ان يكون شكلا وموضوعا ان يكون في حصانه او يكون في حاجه استثناء اصلا. تمام. خليني قبل ما نفوت المرشح الخامس ده، لان ده انتشر في الفتره الاخيره بالنسبه لمحافظات الساحل او المحافظات الوجه البحري زي بورسعيد واسكندريه واسماعيليه، هو المرشح الافراق. ايه المرشح الافراق ده يا ايمان هاني؟ هو المرشح الذي يستغل حاجه الشباب للحصول
العثور على فرص عمل وعدم الادراك الكافي بالملف السياسي لدى الشباب بسبب الفقر ونقص التعليم، ويقوم بطرح وعود كاذبه، يعني بيبتدي يعشمهم بطرح وعود كاذبه عليهم، الامر الذي يدفع هؤلاء الشباب الطازج والنقي بمساندته والوقوف بدوره في معركته. يستاجر بأعلامه. هو استقطاب الشباب لاكتساب ارضيه شبابيه بالنسبه لدائرته، وهي بتبقى الاقرب بالنسبه لبابه بالنسبه للشعبيه البرلمانيه. كان في حمله توقيعات لطالب السيسي، كان في حمله توقيعات، انا شفت اسم حضرتك في الموقعين على الحمله، حمله توقيعات لطالب السيسي باعاده تحقيق في قضيه صفر مريم للثانويه العامه. الحقيقه الامر ده اخذ اكتر من حقه واخذ اكتر من وقته، ووصلنا لان مرتضى منصور يقول هي مين مريم دي عشان محلي بيقابلها ولا عشان رئيس الوزراء يقابلها، وده استخفاف و بمعاناة الناس، لأن مريم أصبحت رمز للظلم في مصر، مش عشان مريم، ومريم لا تعنيني شخصيا، يعني مش هي المعنية لوحدها بالظلم، ومش بالدين، يعني لا مريم بالذات اللي ظلمت، ولا هم يقصدوا يظلموا المسيحيين بشكل خاص، لكن الظلم واقع على الكل ولاطط الكل وجاي على الناس الغلابة بالذات. فأنا عايز أقول الفئة بتاعت التعبانين المظلومين في مصر، أعتقد أن وصلنا لمرحلة انا تخيلت ان الامر هيتحل اسرع من كده، لكن زي باين عليه صفر مريم بقى زي داعش كده مش بيخلص. ايه اخبار حمله التوقعات دي؟ طيب خليني اولا اقول لك بالنسبه لقضيه مريم، هو تكفير لمشهد مؤلم ومؤسف في عمان هانم يعكس حاله التربي والفساد التي وصلت اليه مؤسسات الدوله ولا سيما منظومه التعليم في مصر. بداية انا عايز اقول ان انا احب ان انا من خلال برنامجك اطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين ان تم الاتصال النهارده، انا اتصلت بالدكتور مينا ذكري شقيق الطالبه مريم، وتم الاطمئنان على حالتها الصحيه، ولكن ما اوصاني بها هو ان نؤكد على مطالبهم المشروعه. حضرتك عارفه كويس جدا ان فتره التنسيق انتهت، والجامعات بتستعد الان لاستقبال الطلبه. سنة على البنت. والى الان لم تحسم القضيه بشكل نهائي. في قناه يعني عايزه تمتحنها على الهواء، البنت موافقه؟ البنت موافقه تمتحن على الهواء. البنت فعلا في خطر، وموقفها محتاج سرعه الحسم والحزم. اما عن الحمله فهي حملة إعلامية مصرية بهدف جمع توقيعات تشمل منظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وحقوقية وفنانين، بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة التحقيق في قضية طالبة الصفر بالثانوية العامة وتطهير وزارة التربية والتعليم من الفساد. الحملة قام بتأسيسها الإعلامي والحقوقي جرج بشرى، وقدرنا نجمع توقيعات كتير جدا يا استاذة إيمان من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسية والفنية، واحنا بصدد اجتماعات مستمرة، وفي مؤتمر في الساعات القادمة إن شاء الله هيتم الإعلان عنه، وهيكون مؤتمر دولي، وهنبتدي نطالب بيه شخصيا بتدخل السيد الرئيس. أنت موافق إن مريم تطلع بره تتعلم؟ معلش مش سامع السؤال يا فندم. انت موافق يعني انا دلوقتي لو انا لو انا ام مريم دي وجات لي عروض ان هي تسافر بره عشان تتعلم في الوضع الراهن، وانا شايفه اصحابها بيروحوا الكليه وهي قاعده حزينه وبتعيط ومقهوره ومكسوره والحل ما بيخلصش او الحل ما بيجيش، ووسط تكذيب النهارده كان في ناس جايه على القنوات الفضائيه من الكنترول في اسيوط وبيكذبوا البنت بكل شكل وبكل لون، ومطلعين نفسهم يعني بريئين براءة الذئب من دم ابن يعقوب وما عملوش اي حاجه وهم زي الفل والبنت فعلا واخده صفر. في وسط كل ده لو انا امها انا هقول ايوه تسافر بره وتتعلم بره ويمكن تطلع لنا مجدي يعقوب جديد. بس لو بالنسبه للامن القومي المصري بقى، مريم هنا لو سافرت بره هل المشكله عندنا اتحلت؟ ما عندناش مليون مريم؟ لا، انا من وجهه نظري يا استاذه ايمان ان سفرها بره
يعني مش هو الحل. يعني احنا فشلنا من الاخر. الحل يكمن في مكافحه الفساد. لا احنا الحل الاحسن او الحل الافضل هو مكافحه الفساد وملاحقه الفاسدين. لان انا عايز اقول ان مؤسسات الدوله النهارده هي امن قومي من الدرجه الاولى. ولو تركنا الفساد يستشري بهذا الشكل وبهذا المنظر، انا عايز اقول ان هيبقى في تساقط لمؤسسات الدوله. تمام. وهندي طبعا فرصه بقى للطابور الخامس انه يبتدي يشتغل على نقطه الضعف، لانها تعتبر من نقاط الضعف. انا هرجع تاني لنقطه الضعف الاساسيه النهارده في البلد. انا هرجع تاني انا مش بس عندي مؤسسه الفساد في التربيه والتعليم، انا عندي اكبر مصيبه بتحصل دلوقتي في البرلمان، وانا متاكده ان عبد الفتاح السيسي عارف ومتاكد وفاهم وشايف وكويس قوي ان الاخوان ليهم مندوبين في البرلمان النهارده، سواء كانوا يعرفوا معروفين بالاسامي، سواء كانوا حصدوا 16 بالفعل، وفي ناس مش محصود اسمائهم وما لهمش اي ريكورد بيقول ان هم كانوا على الاخوان، لكن فيه وهو عارف كده كويس، وعارف ان السلفيين داخلين، وعارف ان كل الاحزاب الاسلاميه المتشدده اللي كانت هتخرب البلد زمان واللي لسه موجودين النهارده بترشحوا، هي دي الكارثه والقنبله الموجوده. عشان كده لازم تتعان صلاحياتهم من البرلمان ولازم تتظبط الامور دي، لان كده دي كارثه حقيقيه على مصر. يعني دي بلوى كبيره، وانت عارف طبعا التوعية ليها دور مهم جدا يا استاذ. هنوعي فين تاني؟ وسائل الاعلام ليهم دور مهم جدا. تضافر اجهزة الدولة في بالنسبة لمكافحة الموضوع ده ليه دور مهم جدا، لان الاختيار هو بيد الشعب. لا يملك اي فصيل او لا تملك اي مؤسسة او لا تملك اي جهة او لا يملك اي احد من صناع القرار ان هم يقدروا يسيطروا بالشكل الكامل على مجلس الشعب، فهو قرار شعبي وطني مصري من الدرجه الاولى. انا بشكرك سياده المستشار اسامه صابر، رئيس جمعيه اداره الازمات والتنميه والكاتب السياسي المعروف، واللي ليه دور كبير جدا في محاربه الفساد طول الوقت. اشكر حضرتك. انا عندي فيديو بيرحب باللاجئين السوريين في بلاد، في النمسا تقريبا، وفي بلاد اوروبا، وفي المانيا، وبلاد كتير استقبلت السوريين. في بعض البلاد استقبلتهم بزفه، في 40,000 شخص او هذا يقال في الفيديو ان في 40,000 شخص خرجوا لاستقبالهم وبالهتافات وبويلكم، يعني اهلا وسهلا اتفضلوا تعالوا. في يوم من الايام والصوره تقريبا لو مخرجنا الجميل بص على الصور هيلاقي صوره لعبد الناصر وهو بيسلم راجل فلاح كده ورقه. الصوره دي الفلاح ده هو كان العياط، او محمد مرسي العياط، مرسي العياط ابو محمد مرسي العياط اللي خرب مصر وباعها وهلهلها، اللي دمرت مصر على ايده لمده سنه واحده، جاب ضرافها من كل اتجاه، اللي احنا لسه لغايه دلوقتي بنلم المتكسر مننا في خلال سنه. وعبد الناصر بيدي الشهاده دي لمرسي العياط، ابو محمد مرسي العياط، عشان يربي مرسي العياط او محمد مرسي العياط تربيه كريمه وياكله ويشربه ويعلمه، وفي الاخر يخرج محمد مرسي العياط ويسافر امريكا ويشوف حياته، وبعدين مراته تبقى لها علاقات بهيلاري كلينتون وبهما عابدين وبالاشكال دي كلها، ايوه، وبعد كده نبص نلاقي ان هذا الشخص يطلع هذا الابن. الخمس فدادين اللي خدهم من ايد عبد الناصر، واللي سنه وكانت بعد ثوره يوليو، عبد الناصر فرق الاراضي خدها من الاغنياء، وكانوا معظمهم على فكره اثرياء البلد وكبراتها وناس كانوا ماسكين البلد صح، وكان بيزرعوا قطن، وكان القطن طويل التيله، وكان مصر ليها موقع في التصدير، وكان مصر ماسكه نفسها، وكانت الاراضي شديده. لما اخذ الاراضي ووزعها على الفلاحين ساعتها كلنا سقفنا وهللنا، او ساعتها اللي كانوا موجودين، انا ما كنتش موجوده في الوقت ده، لكن الناس فرحت وقالت يا سلام يا عدلك يا عبد الناصر. لكن العدل ده على المدى الطويل كان خراب مستعجل، ما كانش حد عارف قيمته او مصيبته او تقله. تقسيم الاراضي ضيع مننا زراعه القطن طويل التيله، تقسيم الاراضي خلى كل فلاح يزرعها زي ما يزرعها، اللي يكسبه النهارده وحيني النهارده وموتني بكره، وادي شفنا اللي اتعمل فيهم خير، واتاخدت الارض من صحابها الاصليين واتأممت في
فلوس ناس كتيرة جابت لهم سكتة وجلطة، وناس انتحرت وناس سافرت وهاجرت وناس اتدمرت وناس تانية أكلت وشربت وعلمت. بس طلعت لنا مين في الآخر؟ طلعت لنا محمد مرسي العياط اللي باع مصر وزيه كتير وزيه كتير. نفس الغلطة النهاردة بيغلطوها. انا مش هقول انا يعني انا مش ضد ان السوريين، انا السوريين دول بني ادمين وعلى عيني وعلى راسي، واتمنى لهم كل خير واتمنى لهم حياه كريمه، وزعلانه على اللي جرى لهم وزعلانه على خراب ديارهم. لكن اللي بيحصل النهارده ان جوه زي ما الفلاحين اللي اخذوا الاراضي دي كان ممكن يكون فيهم جدي مثلا، او جد 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 يا زي بنت 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 بنتي كده، كان فيهم ناس كويسين، لكن كمان كان فيهم ناس خبيثه قدروا ياكلوا ويشربوا وفي الاخر يطلعوا لنا تعابين. كمان السوريين اللي مهاجرين النهارده في بلاد اوروبا، سواء كان في المانيا سواء كان في النمسا سواء كان في كل بلاد اوروبا، فرنسا، كله هيكون فيهم نفس عينه محمد مرسي العياط، ويمكن تبان النهارده ويمكن تبان بعد سنه او اتنين او عشرة. هنشوف معانا فيديو سريع على ويلكم. اهلا باللاجئين في النمسا، تقريبا النمسا او اي بلد اوروبيه كفره استقبلت الغلابة المطحونين اللي ماتوا مخنوقين وغرقانين، وماتوا وهم متعلقين على صلبان وعلى شجر ومحروقين، واغتصبت بناتهم وانتهكت حريتهم واتباعوا عبيد وجواري لناس دخلوا أرضهم، ومعتبرين ان ليهم حق فيها وان هو ده نشر الدين في هذه البلاد. قطات وقطات وبديهات والدنيا زي الفل اللي هم عايزين في بلادهم. بس يا ترى بقى اللي داخلين عليهم دول فعلا مظلومين، بس هم بس ناس فعلا طيبين وانهضر حقهم بس، ولا في داعشيين جايين معاهم؟ يا ترى الناس اللي النهارده بتسقف وتهلل زي ما احنا زمان سقفنا وهللنا لعبد الناصر لما ادى الارض للفلاحين اللي طلع منهم مرسي العياط، هيجي لهم يوم هم كمان وينضربوا زي ما انضربت الفرنسويه وهي لابسه البكيني على البحر ومسكوها عجنوها وخلوا كل وشها ازرق ومخرشمنها؟ يا ترى جاي لهم اليوم ده بسرعه ولا هيستنوا شويه؟ ده اللي لسه هنشوفه الايام اللي جايه. بتشوف تنظيم، دي الصوره الاولى، عناصر من التنظيم الداعشي انتحلوا صفه لاجئين، خمسه من العناصر على 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 ابواب اهل طبعا في مقدونيا، افواج من المهاجرين اصبحوا على ابواب اوروبا، اخرين منهم دخلوا الى دول الاتحاد الاوروبي ضمن افواج من المهاجرين السوريين. اعلنت او اعتقل خمس محاولين للعبور تسللا الى بلغاريا، في بلغاريا، وبعد اخضاعهم للمسلة عبر التحقيق على لقوا على الهواتف بتاعتهم وعلى الموبايلات بتاعتهم لقطات للذبح وشعارات للدعائيه للدواعش. ساعتها بس شكوا فيهم. الاعمار بتاعتهم من 20 ل 25 ل 24 سنه، يعني عيال صغيرين شباب لسه، لكن داخلين علشان يفخخوا ويفجروا وسط السوريين. طبعا الباسبورات السوريه بتتشرف في تركيا وبتتشرف على الحدود في كل البلاد دلوقتي عشان دخولهم بقى اسهل، لان كل البلاد مرحبه بيهم لان دي حاله انسانيه، لكن اللي داخل معاهم مش كلهم انسانيين ولا حاجه. ففي تركيا بيشتروا الجوازات السوريه المزوره، عدد ممن ليس بسوريين يتمكنون من الحصول في تركيا على جوازات سفر سوريه مزوره، وبها يدخلون الى دول اوروبا مجاوره لزياده فرصه منحهم اللجوء في الاتحاد الاوروبي، ومن بين هؤلاء عناصر من تنظيمات متطرفه في اشاره الى داعش بشكل خاص. النهارده الدول الاوروبيه، يعني انا الصبح لسه واحد قريبي مرفوض من ان هو يسافر دول اوروبا، وده طبعا لا ليه في الطر ولا في الطحين، وده لو راح هيشتغل بايديه ورجليه وهيبقى زي الفل هو واولاده، لكن ده اترفض، لكن الدعايشه بيخشوا. عشان كده بقول الايام اللي جايه لاوروبا مش هتبقى اقل ابدا سوء من الايام اللي شافتها مصر الايام اللي فاتت. مصر على فكره كانت ما تقلش عن اوروبا قبل كده، ووصلنا للي احنا فيه بسبب دول اللي هم داخلين النهارده البلاد دي. فعادي بقى طالما دخلوا ودخلوا بالكثافه دي ودخلوا بالقوه دي وبيتراعوا بالشكل ده، والدول دي بترعى الارهاب وهي مش دريانه لغايه دلوقتي وبتربي التعابين في حضنها، فما تتوقعوش يعني نهايه تانية. طالما الداتا واحده يبقى النهايه هتكون واحده، زي ما مصر حصل لها اكل لكل خيرها بالجراد اللي كان فيها، زي ما البلاد دي برضه هيحصل لها نفس الحكايه، فمش بعيد خلاص. التنظيمات المتطرفة تلجأ إلى تزوير جوازات سفر سورية لاستخدامها من قبل راغبين غير سوريين بطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن طلب المواطن السوري مقبول دلوقتي نظرا لما يمر به من أخطار متنوعة في سوريا. تحذير بقى تركي وليبي من تسلل الجهاديين مع اللاجئين، يعني تركيا وليبيا بيحذروا بيقولوا إن في لاجئين لكن في كمان مجاهدين داعشيين داخلين معاهم. وكشف
وكشف المزيد من المقبلين الى اوروبا بالجوازات المزوره هم اجمالا من دول الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا. واجهزه الامن التركيه ابلغت نظيرتها الاوروبيه في فبراير الماضي بان اكثر من 3000 عنصر مدرب من تنظيمات جهاديه حاولوا على مراحل دخول تركيا من سوريا والعراق، ومنها يمكن التواجد ومنها يمكن للواحد منهم المغادره الى بلغاريا والمجر في اوروبا الشرقيه، ومثلها ومن المعلومات التي اعرضتها السلطات الليبيه من تحذير امني، نفس الكلام نفس اللي قالته تركيا وبتقوله ليبيا، تحذير امني بمايو الماضي من ان عناصر داعشيه التراس تحاول التسلل الى اوروبا منتحلين صفه مهاجرين تنقلهم المراكب عبر المتوسط. بنلاقي الخبر رقم 3 بيقول ان الاف بي اي، مدير الاف بي اي بيقول كده ان داعش بتحاول تجنيد ناس جوه امريكا وهم منعوا ان ظهورهم، دول بيحاولوا يجندوهم عبر النت وهم منعوا ظهورهم، لكن احنا ليهم بالمرصاد، لكن احتمال يعملوا تنفيذ لبعض العمليات جوه البلاد لان احنا منعناهم من الخروج. طبعا ده معرفش ده عذر اقبح من ذنب الحقيقه، ولو كنت عايزه اقول يعني انا لو انا عايزه اعلق على الخبر ده بقول كده، هم خايفين من بلاوي بلاوي منتظره جدا جدا، فعشان يقول يعني عايز يقول ان لو حصلت مصيبه اعرفوا ان احنا عشان مسكناهم ومنعناهم جوه البلاد عملوا المصيبه دي جوه البلاد. طب ما تمسكهم، طب ما تسجنهم، طب ما تعدمهم، طب ما تحرقهم بجاز. ما يعني واحد لسه كان متجسس على شركات او منظمه كلينتون صفوه في مكانه في بلاده في اوروبا، يعني بتعرفوا تصفوا يعني سوري معلش بقى احنا نيجي للحق، الحق حق، لما يكون المصيبه جايه لكم او في معلومات حقيقيه هتتكشف بتصفوا الناس في بلادها. الناس دي لو انتوا فعلا مسكتوا قوات الناس داعشيه جوه بلادكم ومش عايزين تخرجوهم وخايف لا تحصل عمليات في امريكا، اعرف ان انت يعني معلش عذر اقبح من ذنب، لانك لو ماسكهم لو عارفهم لو كشفهم لو معلم عليهم يا اما تسجنهم يا اما تقتلهم يا اما تحرقهم يا اما تنفيهم، لكن ما تقوليش في عمليات متوقعه احتمال تحصل. اما الغراب اللي ساكن البيت الابيض بيقول او عليه دليل الصوره رقم 4 ادله جديده تثبت مساعده اوباما للجهاديين بمبلغ 500 مليون دولار من الخزينه الامريكيه. ده خبر يعني اتاكد مرارا وتكرارا لكن كل شويه يطلع في الصحف الامريكيه، عشان كده انا بجيبه لكم عشان احيي فينا الرجاء ان هذا الاوباما هيتسجن قريب او مهما كان طال الوقت، لكن هيجي له يوم لازم يتحاسب على اللي عمله في الارهاب الدولي ده. في صوره 6 وصول اللاجئين السوريين والعراقيين الى المانيا اصبح عددهم 800 الف سوري. مش ده القصد ومش ده اللي انا عايزه اقوله، حتى لو كانوا 800 الف سوري يا ميت ويلكم، ميت ويلكم بال 800 الف سوري في دول في السوريين او العراقيين في المانيا. المصيبه الحقيقيه بقى ان السعوديه بتقول ان هي عايزه تديهم، عايزه تبني لهم 200 جامع. فوصل عدد السوريين 800 ألف ونص مليون عراقي، 800 ألف سوري نص مليون عراقي. طلبت لجنة مشايخ اللاجئين المسلمين بقيام 200 مسجد من أجل قيام الصلاة للمسلمين في ألمانيا. وقالت لجنة المشايخ للمسلمين بأن السعودية مستعدة لبناء 200 مسجد في ألمانيا للاجئين شرط موافقة السلطات الألمانية، ولكن قانون البلديات يفرض إجراء استفتاء حول إنشاء مسجد أم لا، وطبعا الميكروفونات ممنوعه لعدم ازعاج الناس البلد في البلد ديت، ازعاج غير المسلمين بالنسبه للقانون الالماني. اما بالنسبه للسعوديه فهي مستعده للتبرع ب 200 مليون دولار او اكتر، يعني حسب ما يتكلف ال 200 جامع السعوديه ناويه تدفع. يا سلام بجد، يعني عايزه اقول ان اللي اختشوا ماتوا، يعني هو ايه، هات رغيف وانا سيدك، او سكت ناله دخل بحماره، او حدث بلا حرج. طب ما خدتهمش عندك ليه؟ طب ما فتحت لهمش انت بلاد الخليج ليه؟ ما فتحت لهمش انت ليه دبي والكويت والسعوديه وكل بلاد العرب؟ ليه موديهم اوروبا وبعدين رحت تبني لهم جوامع هناك يا راجل؟ وبعدين هناك الكفره الوحشين اللي بشورتات وتيشيرتات دولت هيعلموهم الفسق ولا هما بقى هيعلموهم الادب؟ هو ده اللي الايام الجايه هتكشفه. ولي عهد السعودية بيأمر كمان، ده الخبر ده أنا مش عارفة بقى هو نكتة ولا حقيقة، ولي عهد السعودية بيأمر في الصورة 7 إنه هيوفر قوارب أو زوارق متينة حلوة جدا للمهاجرين عشان يسافروا بها دول أوروبا. اللي المثير في الأمر لا غير ده الصورة 7.
المثير في الامر بقى ان هو بيقول بيعلن عن امتعاصه واستيائه لما قابل وزير خارجيه فرنسا عن تباطؤ الدول الاوروبيه في استقبال المهاجرين. هو ده الخبر المثير للضحك ومثير للاستعجاب، وما تصدقش هو ده نكته ولا ده حقيقه. يعني هو ولي عهد السعوديه بيتكلم بجد ولا بيهزر؟ يا ترى الخبر ده حقيقي ولا متفبرك؟ الحقيقه بقى انه حقيقي، حقيقي بتثبته بعد كده الاخبار اللي بعد كده، اللي انا طبعا النهارده اكيد مش هقدر اقولها لكم، لكن في اخبار بتثبت وبتاكد ان ولي عهد السعوديه بيعلن عن امتعاصه وانزعاجه عشان تباطؤ الدول الاوروبيه كافره ما عندهاش دم، اللي ما بتحسش بالمعاناه السوريه والعراقيه. طب مين اللي خلاهم يعانوا اساسا؟ مين اللي كان بيشجع الارهاب وبيسلحه وبيدعمه؟ طب ما فتحتوش انتوا بلادكم ليه؟ نشوف بقى الفيديو، وده طبعا الفيديو الاخير اللي هطلبه. ليه الكويتيين مثلا على سبيل المثال ما خدوش السوريين عندهم؟ عندهم امراض نفسيه وتعبانين وما ينفعوش وغير صالحين للوجود في البلد، في بلاد الخليج هيتعبونا ناسنا، لكن نوديهم عند دول الكفر هناك هيستحملوهم، وفي الاخر برضه هنوصفهم انهم كفار، وبعدين نقول لهم لا احنا مش معقول احنا اولادنا الكويسين يقعدوا عند كفار اللي زيكم، احنا بنقول لهم جوامع، واكيد طبعا هنصدر لهم شيوخ وهكذا يعني، والقاره تمشي والعجله ماشيه وتبقى زي الفل الحكايه. ونرجع نقول مؤامره من دول اوروبا علينا ومستهدفيننا وكده. الكاتب بقى محمد سرور اللي كان الصوره المحطوطه من شويه دي بيقول لا تتشرف مكه الطاهره المكرمه لفتح مكه او السعوديه اللي عايزه تبني 200 جامع في اوروبا او في المانيا. الكاتب السعودي ده بيقول لا تتشرف مكه الطاهره المكرمه لفتح ابوابها النقيه لبعض الفاسقين من السوريين او من الشعب السوري الذين يلهسون وراء الزخرف في الحياة الدنيا في بلاد الكفر الأوروبية ويأبون الجهاد في سوريا، فلا تتشرف مكة المكرمة ولا بلاد الحرمين بهم أو باستقبالهم. هنا مش بتشرفنا يعني، السعودية بتقول الناس دي ما تشرفناش، غرف داهية دول راحوا لبلاد الزخرف، قال يعني هم كانوا قاعدين في التكييف ومبسوطين عشان كده هاجروا، ما تخرجوش من بيوتهم وتبهدلوا وعشان كده بيطلعوا ايدهم على راسهم ومش لاقين حد ياخدهم الا بلاد الكفر والغلابة دولت. لكن هو هنا بيرفض وجودهم في مكة المشرفة المكرمة الطاهرة اللي ما تقدرش تفتح ابوابها للناس الفاسقين الاشكال دي يعني. بنشوف صورة 10، احمد بيقول الطفل الكردي يا جماعه ده مش مسلم، ده كافر، ما تبكوش قوي عليه، اوعوا تتباكوا عليه، ده مصيره جهنم، وجهنم مسكاه او فاتحه له بابها، انتوا ما تعرفوش ان جهنم قايمه على الحطب ده، الطفل ده، الطفل اللي لقوه مرمي ده ابو 3 سنين ده حطب جهنم. ده احمد اللي بيقول كده. اما رساله لانجيلا ميركل من الممثله السوريه بتقول لها فيها نعم مكه وعمان ومسقط ودبي اقرب من برلين وكندا، ولكننا فضلنا الموت غرقا والعيش في مخيمات اللجوء، ولكن ده فضلنا دوت على ان احنا نروح للناس ما لهمش قلب وما هماش بيتعاملوا معانا كبشر يا سيدتي، بسبب شروطهم لمساعدتنا التي تتمثل في ان نعطيهم بناتنا ونسائنا لكي ياخذوا معهم ليالي ملاح، ومن هم من اراد وجودنا كجاريات او كخادمات ممن ملكتهم ايمانهم، ولهذا يا سيدتي قد فضلنا البحر والموت غرقا لعلنا نصل الى بلدكم الذي يعامل البشر كبشر بغض النظر عن عرقه وعن لونه. في الوقت الممثلة السورية دي بتقول الكلام دوت، في الوقت اللي برضو وسط الناس اللي داخلين دولت، داخلين ناس هيخربوا البلاد ديت، فياريت يكون في عين واعية لكل اللي داخلين البلاد عشان ما يتظلمش الغلبان مع التعبان. وبكده حلقتنا خلصت، وبشكركم واتمنى لكم وقت طيب طول الاسبوع، والى اللقاء في حلقه جايه من الاسبوع الجاي في نفس الميعاد يوم الجمعه الساعه 1 الظهر بتوقيت كاليفورنيا، الساعه 10 بتوقيت القاهره.